تمام. طيب تعالوا نشوف بقى العصير بتاعنا النهارده اللي احنا متعودين عليه نعمله سموزي في عز الحر ده هنعمله ازاي. المنيو هينزل معانا على الشاشه حالا وانا هقول لكم واحده واحده هنحط ايه فيه. معانا اللبن ومعانا الموز بتاعنا النهارده اساس الوصفه، معانا علبتين من الزبادي على حسب الكميه اللي انت هتعمليها، لو هتعملي قليل تحطي كوبايه واحده بس، معانا التلج ومعانا كمان صوص كراميل ومعانا ايس كريم. طيب نقدر نضيف ايه على الوصفه دي؟ نقدر نضيف شوفان هيبقى حلو جدا معاها وهيدينا قيمه غذائيه حلوه قوي، تقدري تضيفيه وتقدري ما تضيفوش. تعالوا بقى نمشي مع بعض كده واحده واحده لحد ما تكتبوا المكونات او تاخدوها كده تنقلوها. انا هقلب برضو العزيزيه بتاعتي لحد ما انتوا بصوا بدات تتقل من تحت اهي، فاديها تقليبه صغيره لحد ما تكتبوا المكونات بتاعتنا. طيب دايما بعمل العصير بتاعي وبحطه دايما ساقع. طب ليه؟ عشان خاطر احنا في عز الحر ده بنبقى محتاجين حاجات ترطب علينا، مجرد ان احنا بننزلها من الخلاط ونصبها في الكوبايات بتلاقوا التلج ده ساح او ما بقاش ساقع ومتلج زي ما احنا متخيلين ان احنا هناكل حاجه متلجه فهتوجع سناننا او مش هتبقى صحيه على اولادنا انها ممكن بعد الشر تجيب لنا برد او اي حاجه. لا، في عز الحر ده احنا بناخد حاجه ساقعه يعني بترطب علينا بس مش بتبقى متلجه بالحجم اللي انتم متخيلينه. تعالوا بقى نروح مع بعض كده للخلاط. هنحط اول حاجه التلج بتاعنا وهنحط الزبادي. انا معايا هنا علبتين زبادي، تمام، وهنحط اللبن حبه حلوين كده. طيب هنقطع الموز بتاعنا. طيب انا عايزه السكر، انتوا خدتوا مني السكر. العسل ماشي نعمله بالعسل، مع ان انا شايفه ان العسل السكر هيبقى افضل بالنسبه لي. ماشي معانا تليفون، يلا. ام جنات اهلا وسهلا. الو، اهلا وسهلا يا ام جنات، ايه الاخبار؟ ممكن توطي التليفون وتسمعيني من التليفون؟ الحمد لله. يا شيف عزه الحمد لله يا حبيبتي، وطي التليفزيون واسمعيني من التليفون. سامعاني يا قلبي؟ انا سامعاك يا حبيبتي، عامله ايه؟ اتفضلي. الحمد لله يا قلبي، ايه الاخبار؟ الحمد لله. اخبارك؟ الحمد لله يا قلبي زي الفل. انتوا عاملين ايه؟ الحمد لله. عاملين ايه في الحر ده؟ كويسين الحمد لله. الحمد لله يا قلبي. قولي لي، ليكي اي طلبات؟ كنت عايزه اعرف طريقه البشاميل. حاضر، عملناه ونعمله ونقوله كمان من عيوني. حاضر، شكرا لاتصالك يا قلبي، مع الف سلامه. طيب تعالوا بقى كده نشوف مع بعض. انا عايزه اقول لكم، انا عايزه اروح بس اقلب تقليبه، معلش لازم تبقى عين هنا وعين هنا وايد هنا وايد هنا اهو. بصوا خلاص هي بدات تتقل معايا، مجرد ان احط الموز بس واضرب ضربتين كده هرجع على طول اصبها في الطواجن بتاعتي او في البايركس بتاعي. هنقطع كده اهو، تقلت كده ولفت معايا وانا هو ده اللي انا عايزاه. انا عايزه كمان موزايه اهو، سريعا كده نحطها مع بعض. ولو في تليفون يا ريت ناخده قبل ما نشغل الخلاط. هناء من القاهره، الو. الو، صباح الهنا والسعاده، اهلا وسهلا. ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، انت عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ منوره الشاشه. كله زي الفل الحمد لله، ربنا يخليكي، اتفضلي. تسلمي يا حبيبتي. تسلمي لي. انا كنت عايزه رجاء منك بس ما تنزلي، ما تعملي اي وصفه تحاولوا تنزلوا لنا المقادير كذا مره، مش ساعه حضرتك تعملي الوصفه وخلاص. حاضر. لان ساعات بنبقى داخلين ما متاخر شويه فما إيه. تمام. من العين دي قبل العين دي طبعا، انت تأمري. طيب عايزه تعرفي ايه دلوقتي معايا وانا اقوله لك. العزيزيه اللي حضرتك بتعمليها دي انا مش عارفه ايه المقادير بتاعتها. حالا دلوقتي هخلص العصير وانزل لك المكونات تاني ونقولها مع بعض تاني. انت تأمري يا قلبي، شكرا لاتصالك. تعالوا بقى نضرب بسرعه كده اهو. نحط العسل بتاعنا عشان احنا ما حطيناهوش، احنا ضربنا كده ضربه ايه، نحط العسل بتاعنا ونكمل ضرب تاني اهو. هو ده العسل اللي احنا ايه هنتغلب لحد ما ننزله، ده العادي. ها نعمل كده، اسرع حاجه في الدنيا نعمل كده، وهنحتار برضو اهو. ايوه كده، السرعه في الاداء مهمه، بس كده حلو قوي. يلا بينا نضرب بقى ضربه ونروح للعزيزيه اللي انا قلقانه عليها، عارفين قلبي معاها. ايوه
بس كده. تعالوا بقى نرجع الحاجات دي بسرعه لورا اهو، ونجيب الشوب بتاعنا فين، كوبايه اهي، نحط على طول العصير بتاعنا. ممكن نعمل ايه عشان انا هحط كراميل، والكراميل بيمشي جدا مع الموز ومع الايس كريم، فهعمل كده. ده شوكليت ماشي. انتوا ضحكين عليا ضحكين عليا يا شباب. طيب هاخد كده العسل اهو، يبقى كده ايه، شوب كده وشوب كده اهو اهو. صوت انا عندي سويت في الكنترول اهو. هتشوفوا الكوبايه ما تتحط وخلاص، ما تتعبوش نفسيكوا كده. ايوه اشيلك الايس كريم، حاضر اهو. نبدا نصب بقى. بصوا العصير قوامه عامل ازاي، تحفه، بسم الله ما شاء الله، تحفه وطعمه يجنن اهو. بس كده انا عملت الكميه كلها عشان كلنا نشرب بعد الهواء، لان احنا بنبقى كلنا عطشانين وحرانين وجايين من بيوتنا كده، محتاجين حاجه ترطب علينا.